الله يرحمه، بغاه الله، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات. وانتم كتشوفوا دابا الفنانه مساكن اللي داروا ارضيه لهذا الميدان، ها هما كيتسقطوا بحال اوراق الشجر. فالله يرحمهم والله يرحم السيد داسوكي. وانا كان من هذا المنبر كان نقول نداء للمسؤولين على هذا الميدان باش يشوفوا بعين الرحمه في هاد الفنانه مساكن اللي داروا ارضيه لهذا الميدان، وراه ما بقاوش، بقاو غير قلال. واش قلال غادي تغلب الدوله؟ يعني يشوفوا غير اعمالهم تشفع فيهم. كاين مساكن اللي مات بكيتو في قلبه. فانا رجائي على ان هاد الفنانه، على ان هاد المسؤولين يشوفوا بعين الرحمه في هاد الرواد مساكن. وانا لله وانا المسؤولين كلهم، لا وزاره الثقافه ولا غيرها. فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله يرحمه ويجدد عليه الرحمة.